خد السؤال الاصعب دلوقتي، السؤال اللي الناس كلها سألاه، هي البرتغال اصعب ولا اسبانيا؟ انا بجي له على الجرح. ده سؤال صح. هو سؤال صعب طبعا. انا في رايي البرتغال اصعب. هو صح، البرتغال هتبقى صعبه جدا على المغرب لو كريستيانو لعب اساسي. لا ده العكس والله، ده مهزار، ده بجد. ما انا بهزر عشان يكون في مؤسسه. البرتغال نظرة احسن وسلسه اكتر عشان المهاجم اللي موجود بيقدر يلعب نفسه ويلعب اللي حواليه. المغرب تقدر، البرتغال تقدر تضغط من بدري، تقدر لما تجمع على الكره تطلع بسهوله واحده في الثانيه فنروح على الجون بسرعه. دي حاجات، وده مش عيب في رونالدو خالص، لان رونالدو بقى عنده دلوقتي 38 سنه، فمفيش لاعب عنده 38 سنه بيقدر يعمل الحاجات دي، فده منطقي جدا. بعيدا عن سبب قعده على الدكه، هل هو بسبب خلاف مع المدرب ولا اجراء تكتيكي، بعيدا عن الاسباب يعني، بس ده اللي بيحصل في الملعب. منتخب المغرب الله اعلم نايف اكتر رومان ساس هيحصل لهم ايه، ولكن مع كل احترام لبدلائهم فاكيد اكيد غيابهم هيكون فارق. ومنتخب البرتغال بالنسخه اللي ظهرت النهارده دي شكله مرعب جدا. قادر ان هو يعني يضايق كتير المنتخب المغربي، ومنتخب بيختلف عن المنتخبات اللي لعبوها قبل. يعني البرتغال بشكلها حتى في وجود رونالدو، قصدي يعني كمنتخب بيلعب ازاي، هي 4-3-3 يمكن على الورق، ولكنها في الملعب ما بتبقاش بنفس الشكل اللي بيلعب بيه اسبانيا، بنفس الشكل اللي بيلعب بيه بلجيكا، مش اللي بيلعب بيه كرواتيا كمان اكتر خالص، مختلف تماما عن الفرقه دي. اعتقد ان البرتغال اصعب العامل الاول بسبب ان المغرب بدنيا اكيد متاثره، 120 دقيقه مع مجموعه من اللعيبه، ممكن اقل 6 لعيبه كانوا بيلعبوا مهم مصابين او بيلعبوا تحاملوا على الاصابه او مش جاهز 100%، فطبيعي ده بعد 120 دقيقه هياثر عليهم. الناحيه الثانيه القدرات بتاعه قلبين الدفاع، هل هيلعب اكرا دوسايس ولا هيلعب اثنين غيرهم، والاثنين غيرهم دول هيقدموا ايه؟ هنشوفنا النهارده شديره مهاجم كويس بيلعب مع باري بيظهر بشكل كويس، ولكنه اول مباراه في كاس العالم طبيعي ان هو يكون مهتز. صح. فاللي هيلعب مكانه هيكون مهتز ولا لا؟ البرتغال هتلعب في وجود كريستيانو رونالدو ولا في غياب كريستيانو رونالدو مع مهاجم متحرك اكتر، وهيعمل ايه لو كان أكيد خلاص اكيد مش هيلعب كريستيانو رونالدو. ما هو دي مشكله بعد اللي عمله راموس النهارده ده، ما هو لو قعد راموس يبقى دي جريمه. غريب يعني هو الراجل نزل تقريبا كانه مصدق، يعني الراجل نزل حتى هاتريك، هلعب اول ماتش هجيب هاتريك. هاتريك يعني مش جاب جول، لا جاب هاتريك. صح. وهاتريك واحده من زاويه مستحيله، واحده من قطع على القريبه، وعامل اسيست يعني، فالموضوع ايه باكج كامله. عامل لك ايه تاني انا جاي مش عايز اتكلم، الراجل اتكلم عن نفسه.